سرقت نور زهير وملف نور زهير سيطيح بالكثير من الشخصيات الكبيرة، تتفق أم لا؟ أنا بصراحة أقول موضوع نور زهير هو موضوع هامشي وبسيط، لأن هناك سرقات أقوى من ملف نور زهير. هناك موازنة ضاعت في عام 2014، هناك هدر للأموال العراقية، هناك هدر لملف الطاقة وموازنات التي وجهت لخدمة العراقيين. هناك الكثير من أشباه نور زهير سواء كانوا حمالين يحملون الأموال إلى الجهات التي تسندهم أو التي تلوح لهم بالسلاح المنفلت، وهناك جهات لا. ولذلك أقول نور زهير شيء بسيط أمام ما تم سرقته، ولذلك يحاولون أن يسلط الضوء على نور زهير كسرقة بأنها سرقة القرن. لا، هسه ظهر الآن السيد حنون وتكلم عن فساد بملف السكك 18 مليار دولار، يعني عادل 6 مرات مثل سرقة القرن. 6 مرات. زين، موضوع سكك الحديد هو موضوع محلي بهالقد فساد، لعد موضوع طريق التنمية ايش قد راح يصير به فساد. فيا عزيزي، انا اقول دائما المؤسسات الدولة اذا كانت تعتمد على شخصيات لا تمتهن فكرة بناء الدولة، فبالتالي ستذهب كل هذه الأموال ومصير العراقيين ومستقبلهم إلى الضياع. دائما يتعرض العراقيين إلى الضرب، وهذا ما حدث البارحة وغيره. نعم. مطالب العراقيين دائما لن تتحقق أمام إرادة هشة وضعيفة.